السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو أنت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيك معنا في أسرة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحقيقة جالي سؤال على الفيسبوك، حد من أصدقائنا بيقول لي دلوقتي أنا عندي لوبية مستخدمها في البروجكت بتاعي. اللوبية دي أنا مكررها أكتر من مرة، لو عايز أجي في مرة من المرات وأعمل معالجة معينة عليها، وليكن مثلا فيت إن فيت أوت، أي معالجة هتحصل على مرة من مرات اللوبية دي، إزاي أقدر أعمل المعالجة دي في مرة معينة من غير ما أثر على باقي المرات؟ لأن أنا واخدها كوبي، يعني صديقنا خد لوبية وعمل منها كوبي في أكتر من مكان، إزاي يقدر يعمل تأثير معين في مرة من غير ما يأثر على باقي المرات؟ في المثال بتاعنا أنا عندي لوب الترامز، هنقول مثلا إن أنا عايز أجي في المرة الثالثة منهم أعمل فيد إن على جزء صغير من اللوبية دي من غير ما يأثر على واحد واثنين واربعة. هجيب السيليكشن تول وحدد الجزء اللي أنا عايز أعمله، رايت كليك بروسيس، هنقول له مثلا عايزين نعمل فيد أوت. أدي شكل الفيد أوت اللي مختاره، طبعا تقدر تختار ما بين الأشكال دي. هقول له أبلاي لأن أنا مش مفعل الأوتو أبلاي. هقول له أبلاي، طلع الرسالة. في الحقيقة الرسالة دي مهمة جدا، وللأسف البعض مننا ما يعرفش معنى الرسالة دي أو ما بينتبهش ليها بمعنى أدق. الرسالة دي بتقول لي البروسيس أو المعالجة اللي أنت عايز تعملها دي، عايز تعملها على الجزئية دي بس ولا عايز تعملها على الكل؟ فسؤال صديقي كان إنه عايز يعملها على الجزئية دي وبس. ففي الحالة دي هنقول له نيو فيرجن. هنلاقي فعلا ان التطبيق حصل على الجزئية دي بدون ما يأثر على واحد واثنين واربعة. يعني نعمل كنترول زي ونختار نفس الجزئية ونفس الفيت اوت ونقول له ابلاي، تعال نقول له كونتينيو. عملت ايه كونتينيو؟ عملت التأثير على كل اللوبات اللي عندي. حاجة اخيرة، نفس الجزئية هقول له برضو فيت اوت ابلاي. واحد مننا عايز يعمل له على النسخة دي بس ويعمل له منها فيرجن جديد، فعشان مش كل مرة يسأله وتطلع له رسالة التحذير دي، فراح دايس بليز دونت اسك اجين وقال له نيو فيرجن. تعال ناخد الجزئية دي كده ونقول له عايزين نعمل فيد اوت، ولو قال له ابلاي ما طلعتش رسالة التحذير. نرجع رسالة التحذير دي ازاي؟ هنروح جايين على اديت ريفرنسز، من الايديتنج نختار اوديو ونيجي تحت هنا عند اوبن بروسيسنج شارد كليب، نفتح الديالوج بتاعنا، في هنا اوبن اوبشن ديالوج، ده اللي احنا عايزين نوصل له. كرييت نيو فيرجن اللي هو اللي احنا اخترناه من شويه، يعمل لك نسخه جديده او يطبق العمليه على كل الكليبات. فهنقول له اوبن ديالوج اوبشن ابلاي اوكي. اي تغيير من البريفرنس لازم تقول له ابلاي وبعدين تقول له اوكي عشان يبتدي يطبق لك التغيير اللي حضرتك عملته. هنختار نفس العمليه بروسيس فيد اوت ابلاي، طلعت رساله التحذير وهو ده اللي انا كنت عايز اوصل له، نيو فيرجن اتطبق. اتمنى تكون الحلقه اجابت على سؤال صديقنا بشكل كبير. لو لقيت ان الفيديو ده مفيد واستفدت منه حاجة، تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع اكبر عدد من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.